الخبر الاول اللي عدنا عن بيسان اسماعيل ودخولها للمستشفى. فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات واللي تقول بيها انه صار لها يومين بالمستشفى. اما اللي ساعد السبب فخالتها فرح هي تعاني من السمنة، فحاليا هي جات تتعالج بالمستشفى. على كل راح تكون هذه الستوريات تشوفوها. هاي حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ انا اسفة كتير لاني غايبة عليكم، ما منزلكم، بس عن جد انا حاليا بالمشفى، وصل يومين بالمشفى مبارح واليوم. اوكي، وبعدين بحكي لكم ليش. هلا رح احكي لكم ليش، بس قبل كل شيء حبايبي، لكل اللي سالوني ليش انا بالمشفى، ليش انا بالمشفى، السبب اللي اني بالمشفى خالتي فرح، يعني دوقتنا الويل. بس شوفوا، صحه صحه طبعا. الشكر الكبير للدكتور ناظم، ما شاء الله دكتور. الخبر الثاني اللي عدنا عن محمد جواني والحادث اللي سواه. فجواني نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري، واللي من الواضح انه مسوي حادث، والحادث شويه قوي، فسيارته نوعا ما متكسره. وبعدها نزل ستوري ثاني واللي كان بيه رساله للمتابعين، فكاتب شكرا لكل حدا اطمن علي، انتوا اهلي وانا حاليا بخير. ولكن من 3 ساعات لما سوى الحادث هو كان متضايق كلش، ولكن بس شايف رسائل المتابعين على الانستغرام صار زين، فالحمد لله على كل شيء، والله يعوضك يا جواني يا رب. الخبر الثالث اللي عدنا عن حلا تي في وعودتها لفريق فافا نابولي. طبعا اللي ما يعرف اساسا مين هي حلا تي في، او انه ما بتذكرها بالضبط، فهي احد اعضاء فريق فافا نابولي القديمين اللي كانوا يصورون ويا وسام. اما بالنسبه لخبر العوده فوسام نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري، واللي صراحه انصدمت من شفته، لان كان بي وسام تيكيت وحلا تي في، وكان كاتب بي لي جوا بلشت الشغل على الفكره يلي ببالي. طبعا حتى ماريانا نزلت على حسابها بالانستغرام بث مباشر واكدت خبر انضمام حلا تي في من جديد للفريق. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، وهل انتم مع عوده حلا تي في للفريق او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين ياسو على وسام تيكت. فبعد ما وسام نزل هذا المقطع اللي استهزأ بيه بياسو، طريق احد الكومنتات اللي استهزأوا بياسو، وبعد ما نزل ثاني هذا المقطع ووضحت بيه القصة للمتابعين عن استهزاء بياسو. حاليا تدخلون على المقطع وسام راح تشوفون انه كل التعليقات انقلبت بالانجليزي ومكتوب عليها جيش ياسو يريدون يجمدون المشاهدات، فكل التعليقات انقلبت بهذا الشكل، ونوعا ما تقريبا تجمدت مشاهدات المقطع. لكن اكتبوا لنا بالكومنتات هل تشوفون انه وسام يستحق هذا التهجم اللي تعرض له او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن نارين بيوتي وبكاها. فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري واللي كان مبين بيه متضايقه هي، وبنفس الوقت كانه كانت تبكي او انه كانت حزينه يعني. ولكن يا حبايب الموضوع طلع كله عباره عن مقلب، فنزلت ستوري تقول انه هو كانت فلتر مو اكثر، ووضحتها بهذا الستوري. وبس والله هنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك، تشتركوا بالقناه، تشاركوا في زي مقاطع مملكه القصص، وبس مع السلامه.